ده
فالضغطة بتدي ان الكورتكس هتشتغل، والكورتكس لما هتشتغل هتشتغل معاك كمان حاجة اسمها هايبوثالامس. فالبداية بتبقى من الكورتكس والهايبوثالامس، هما هيحسوا بالوجع اللي اتلبس، أول لما يحسوا بيه يبقى عندهم شغالة حاجة اسمها بي أكوادكتر جري أريا. يعني لو قلناها من شوية دي هشغل حاجة اسمها ايه؟ بيري أكوادكتر جري أريا. هي موجودة فين دي؟ بيري أكوادكتر جري أريا دي موجودة في النيت برين والبوند. يبقى الكورتكس والهايبوثالامس اشتغل، شغال مين؟ بيري أكوادكتر جري أريا. بيري أكوادكتر جري أريا لما اشتغلت راحت شغلت الرابي نيوكليوس، راحت شغلت الرابي نيوكليوس. هي موجودة فين الرابي نيوكليوس دي؟ دي موجودة في البوند والمضلمة، موجودة في البوند والمضلمة. لما الرابي نيوكليوس اشتغلت راحت شغلت البين انهبيتوري كومبلكس. مين البين انهبيتوري كومبلكس ده؟ ده نيرون انهبيتوري موجودة عن انت جي ار. وايه انت جي ار؟ اشتغل الاوردر نيرو بتاع الدين، اشتغل الاوردر نيرو بتاع الدين هي بنتج هو الامان. اوكي، يبقى بين الشباب الكومبلكس ده عبارة عن انهبيشن انهبيتور نيرو اللي اشتغل عن السكند اوردر نيرو توقع. طب تخيل بقى السكند اوردر نيرو هو ايه؟ لما السكند اوردر نيرو اشتغل لا بتعمل ده الوقت دي تعمل نص الساعه عمال اقعد في الديفيشن ليه انت بتعمل الديفيشن دي؟ عشان اطمن ان هو مش هيحس بحاجه، ليه مش عاوز يحس ان رايح حد هيقوم بدل كده بطل كده عاوز يعمل كبير دامج. الكوربت والهايبر تشتغل، شغلوا البيت اخواتك الكريم شغلت الرام نيوكليير شغلت بيت انتباه الكونجرس. بين انتباه الكونجرس ده موجود عند السنه الدور ده زيرو، يعني موجود فين في الحالات يعني شغال موجود فين عند الدايت فين؟ موجود عند الدور ده بورد اللي هو البوستيريور بورد اللي دي موجوده في البوستيريور بورد. فانا بورد في الجري باتر تمام؟ حلو. هو ده لما بيشتغل بيوقف ليه؟ احنا خدنا كده الاماكن دي انت عليك ايه؟ هتكتب المخطط اللي انا رسمه كده اوكي؟ وتكتب العناوين. هو ده اللي انا شرحته ده اسمه فيزيولوجيكال كنترول اوف بين. فيزيولوجيكال كنترول اوف بين. الصطاب جدا بعد كده لما كده لفطها تاكل الوجع
ليه؟ اكتب المعلومه دي عندها، الكلام اللي هنا ده غلط، اكتب المعلومه دي. الفرق بين انهبيت السلوبين، فرق بين انهبيت السلوبين، فرق بين مش عارف حد يقدر يمشي، لو جه تعبان النهارده امشي، اللي تعبان يمشي. كل واحد فيكم ضرب، ده قال قال مش قادر تقعد مش قادر تعمل، ده قال امشي يا عم ولا تكتب. لكن الكابتن دي يعني ايه؟ قلت لك كبر الثنية. إذا لسه الاثنين بيحطوا الناس إبرة سنية إبرة وتدفعهم ليه؟ عشان يقول لك ده هو الإبرة الشكة دي بتشغل تاني نوع من البين فاست بين، هما لقوا كده لما بتشغل الفاست بين بينهبت السلوبين. إيه السلوبين ده؟ السلوبين ده بتاع وجع اللي هو وجع الحرق أو وجع العضلات أو وجع البسرة، تمام؟ الوجع اللي جوه. فاحنا ساعات لما يبقى واحد ليه بص وجع صدري، وجع في عضلات ظهري، وجع مش قادر، ممكن تقول لي بص هنعمل لك ابر صينيه. ليه؟ هم لما بنقعد نعمل شويه ابر كده في اماكن معينه، هي لما احط الابر دي هيشتغل منها فص بين، لما اشتغل فص بين يمنع الاسلوب ايه؟ يقول العيان ايه؟ يرتاح شويه. طبعا ده مش علاج، بس هو حاجه ايه؟ مسكنه وخلاص. طيب لا لا ما عايز يقول لا الهيت انفوشن ازاي يعني طبعا خدناه الرسمة بتاعته مش فاكرها ترجمة الرسوي بتاع الباب خدت الهيت جالكم في الامتحان وممكن يجي قبل السنة اما اسباب خارجيه يعني اما اسباب انتراكرانيال اما اسباب اكستراكرانيال
طب الاكسترا ترينيال ناخدها من الاول. بص هو اللي بيجي في بس وانت لما جيت عيادة عيادة برضه لازم تبص الاكسترافرينيا للأول وبعد كده بص الاكسترافرينيا. قال اي عيادة يجيلي يقول لي فيه صداع بص انا حافظ بوكس كده بوكس بقوله بوكس لا اقولهولك ونحفظه من دلوقتي. اي عيادة يشوف صداع بقوله بقول لك ايه احنا في اكبر بنص يقول لك صداع بقول لك عينك تشوف كويس ولا الدنيا بالذات اللي بتقرا وبيبقى في صعوبه في القرايه في صعوبه في السواقه تقول لي اه صحيح ده انا كل ما اجرب السيستم بتخش في بعضها كده وبس انا بطلت جاي بتسمع حاجه عاوز اسمعها حتى عاوز اقرا في الرمله بسمع من الرمله حتى عاوز اقرا مش عارف ايه بسمعها وكل حاجه بس مش عاوز اقرا اقول له ما هو بص عينك التعبانه دي اللي عملك ايه؟ صداع روح عالج عينك لان عينك مسمعه بالصداع قال لي لا يا دكتور بص ده انا عيني سليمه انا زي الفل ده انا ببص على اي حاجه بعيده وقريبه انا زي الفل هو ما سالش سؤال بعده عينك سليمه طب ده برضه ودني مفيش وش مفيش اكلان مش عاوز تدخل حاجه كده وتقعد تعمل كده قال دكتور ده انا بالليل بالذات انا بقول لك انا مش حاجه حكمك الاثنين يا ابني ولا واحد لان انا عارف انت اه قلت له حضرتك يا ريت ما كنتش شفت اي حاجه لا مش مش قلقان اقول له لا هو وجع الودن ده بيسمع بالصداع عالج ودنك وانت الصداع يروح فالدكتور قال لي عيني سليمه وودني سليمه زي الفل قلت له بقول لك ايه الجيوب الانفيه يا اخبار قال لي جيوب جيوب يا عيني الانفيه جيوب كده كده قال لك مفيش ده طب ده ولا حاجه في وجع هنا في الحته دي يقول لي اه دايما بيجي لي بس بص هي الحته دي وجعاني او مش دي وجعاني وبس بس تستحمل لمسه هنا وحس الضغط هنا بص في الناس اللي عماله تجي لها جيب انفيه فهمان الناس اللي ما بيجيبهاش يقول لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا جيب انفيه يحس في صداع طالع من هنا الحته دي وجعاني الحته دي وجعاني الحته دي ضغط كده اوكي؟ لازم قال لي اه دكتور على فكره بيجيني كل شويه يجي لي برد والحته دي وجعاني اقول له حمار عالج علي الجيوب الأنفية وانت الصداع يروح يقول لي يا الصداع اللي هنا هيروح بس عادي اه طب انا بقول لك ايه سليم ايه سليم ودني سليم جيوبي سليمة اقول له بس سنانة ايه يا بابا سنانة اه ده انا سنانة ده انا عندي اثنين مخلوعين واثنين متلوثين واثنين متشلخين واثنين عاملين صليب يفتح بقه يقول لك ده بص في حرب جوه في حرب قول له بقول لك ايه؟ دكتور السنان قال لي دكتور السنان هيقول لي هشيل كل ده واشيل لك طقم شوف انت بس كتير وانا مش عاوز اعمل كده طقم ده اقول له بص شيل كل القرف ده ارميه وانت الطقم حلو كده اوكي؟ ما فيهاش صداع راح طب ده فرد قال لي لك دماغ عالي عيني سليمه ولاد سليمه جيوب سليمه سنان سليمه ما تعطلش تاني ايه ما تعطلش راجل اه ما تعطلش راجل بس تاني هو اللي عايز تعصبك طب لو راجل مش عارف ايه لا ليه ما تجيش في ناس كلهم نفس الكلام ولاد المصل كونتراكشن والمصل سبازم ده احنا خدنا المصل سبازم ده بيعمل كيمياء والكيمياء بتعمل ايه؟ والاثنين ده بيسمع منك بس انا كده بطلع من الاسباب السبرانيه اي حد يسالك على عندي الضعف
ليه على دول خلصناهم نطلب قالك ايه حبيبي يا دكتور كل اللي انت قلته ده مش موجود وانا زي الفل كل التفاهم كل مره مش موجود تعالى شوف بقى دول برنامج تحاليل ولا انت عارف ولا انت درست الدول ده بقى الراجل اللي جنب اللي جوه طب تعالى شوف اللي بره ايه على كده بس انت الفيروس يعني يوم 2000 انت هتجيب يوم 2000 يا رب طبعا انت في فرصه فايروس هنا وفي مشكله هنا دول لو وجعوا او دول لو حصل فيهم فايروس او دي فرصه او مشكله الاثنين بيعملوا كده طيب لو واحد بيتشم كتير اللي هو بيتعصب ده بطل السبازم بتحصل امتى مع الايموشن مع النيرفس سيستم كل ده بيؤدي الى صداع على الايموشن والنيرفس سيستم لو واحد عنده اي اورفر يعني ايه سليمه ولا مش سليمه اي صدى بس اي ايرور اوف ريفراكشن يعني ايه ايرور اوف ريفراكشن هي مايوبيا وهايبر ميتروبيا الحاجات بتاع الفيجن دي اللي ما ذكرناهاش ده بيعمل هيدك بالذات هيدك يقول لك ريترو اوربيتال يعني ايه ريترو اوربيتال العين يجي شيء ففي صعور عيني مش كده جوه ورا عيني كده في صداع ده يبقى غالبا بسبب مؤيد اوربيتال طيب صوتك يعني ايه؟ ألم الأسنان لو انت كمان بطيطس ميديا الوزن الوزن طيب ميديا في حاجة برضه يا رب تطور بالعين لو انت قاعد في نص الشمس كتير او في النور كتير لو انت قاعد تبص عملت الراديشن بالذات بأشعة الشمس اللي هي فيها ألترا فايلت ريز طبعا انت بقى بص للشمس شويه بتطلع فاللي بيبص للشمس كتير دي حاجه غلط طب كده انت خلصت الاسباب اللي من بره حلو تعبان وانت تعبان وانت خايف انت تعبان هو فين؟ هو انت عايز تتكلم في حاجه انا عايز حد حق الراجل